داير اهلا وسهلا بكم في برنامج الحوار. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن الحوار الايجابي ما بين الاثنين صحاب، وقلنا ان الحوار الايجابي تملي بتبان نتيجته من فتره للتانيه، مش شرط تكون الفتره دي طويله جدا او قصيره جدا، المهم النتيجه اللي وصلوا لها في الاخر. النهارده هنتكلم عن الحوار الايجابي ما بين الزوجين وازاي بيأثر في حياتهم، لكن بعض المصر.